500 جرام سباجيتي، بدنا 5 سنان توم مقطعين شرائح، بدنا 100 مل زيت زيتون، بدنا معلقة صغيرة رقائق الفلفل المجفف، هلأ بنشوفها، بدنا جبنة بارميزان، 300 مل مرقة الدجاج، 3 معالق كبار فتات الخبز، بعدين ريحان للتزيين، ملح وفلفل أسود وبندورة كرزية. رح نبلش بتقطيع الثوم. طبعا هاي الوصفة رندا كنت عم بعملها بالغربة لما أكون هيك بدي وصفة سريعة وجوعانة، بعمل هاي الوصفة وما بتكلف بالمرة، ويعني بسرعة بتصير كتير. المعكرونة بدها 5 دقائق سلق، والصوص بنعملها شوف قديه بسرعة. أوكي، فرح نبلش بتقطيع الثوم. طبعا مش دق زي ما بالعربي، ما مندقها لسه، بدي اقول أوكي. هي بتتقطع شرائح زي هيك، وفي ناس بيقطعوها مربعات صغيره. اوكي، دين انه رح نحط زيت الزيتون. هلا هاي تقريبا نص كوب او اكثر شيء، يعني لا 100 ml انت عم تقولي، يعني تقريبا نص كوب الا شوي. تمام، حنحمي الزيت شوي، هو عم بحمى. قبل ما يحمى بشوي رح نحط عليه الثوم، ما بدنا نحرقها، بدنا نعملها شقرة. اوكي، هلا اهم شيء ما ينحرق، مزبوط؟ اهم شيء بتصير طعمته غير، طعمه بتعطي طعم مرارة وطعم الحرق مش كثير زاكي بالاكل. صح، اوكي. هلا عندنا الثومة عم تتقلب بالزيت، بهاي الاثناء رح نحط عليها رقائق الفلفل. هلا اللي ما بحب البحر كثير بامكانه يستغني عن الكميه، بس هو بعطي نكهه كثير طيبه. عم نقليها كمان، نقليها مع الزيت. رح نحط عليهم مرقه دجاج. مرقه دجاج انا على بشيلكم. فهلا بنخليهم يغلوا شوي. اوكي، يغلوا مع بعض. يغلوا مع بعض، بعدين بنحط فوقهم المعكرونه والجبنه وفتات الخبز. هيك الوصفة تقريبا يعني. اوكي، هلا شوي شوي بدنا نحط السباجيتي. شوي. وكالعادة أنا هون مكترة باستا عشان الكل ياكل. بس هاي 500 جرام؟ لا أكثر. أكثر شوي. اوكي. هلا حنجيب الملقط ونقلب. بس انتي اوريدي حاطه زيت زيتون على السباجيتي؟ زيت زيتون عشان ما تلزقها بعد السلق، ممكن تلزق مع بعض اذا ما خلطتيها بصوص. هلا هلا بتشوفي شو صار خالص، انا مش لازم تغلي. لا هلا شوي، انا مو سلقتها سلقه كامله يعني. أيوة. شوي بتقرش دلدنت، فعشان هلا المرقه رح تشربها فحتطرى اكثر. اوكي، هلا بنقلب. طبعا ليه بنحط البريد كرامز؟ اول شيء بعطيها تكستشر، وعندنا الصلصه بتتقل. هلا حنحط عندنا جبنه البارميزان. انتي حاطتي لنا لا مش البارميزان، البارميزان حسب الجو، شوية هيك زي ما بتحبي. اوكي، وعندنا فتات الخبز. ايوه، حاسه زي قصة هاي، رواية. فتات الخبز. فتات الخبز هون 3 معالق. تمام، هلا في نوع معين بتفضلي انت؟ فتات الخبز هذا ولا لا هذا جاهز. أوكي، بس انه اي نوع فتات خبز بزبط، لانه بس ما يكون منكه يعني باي نكهه. ما يكونش منكه جبنه او هاي لا. ف هم وزقهم، بس انا نصيحه لا يكون بريد كرمب ساده. اوكي، فلونها اغمق شوي. بترجع تزينها على الوجه، حبيتها هاي لانه بخليها تتقل الصلصه. كمان جبنه. زبده هاي؟ لا جبنه بس يعني عملت لها شريده بارميزان تشيز. بس نعمه، مش دائما تكون ناشفه اكثر. طريت صرت لها زمان بالهواء برا. اوكي، مع الحم وجنب الغاز.
حلو مش غلط. بس عملت لها بالمقشرة إن هيك قشرت. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.